تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، الجزيلة الاحترام. حضرة النائبة العامة الأم إنيس اليعقوب المحترمة. حضرة المستشارة الأخت مشلين معلوف المحترمة. حضرة المستشارة الأخت سلفستر العلم المحترمة. أخواتي الراهبات الفاضلات، نجتمع في هذه اللحظات لنستقبل بالمحبة والفرح أخواتنا عضوات المجمع الاستشاري اللواتي اختارهن الرب ليكملن المسيرة التي بدأتها أخواتنا الأوليات في قيادة هذه الرهبانية. أمنا الفاضلة بيان، نقول لك ألف مبروك ثقة الراهبات بك. نسأل الله أن يمدك بوافر نعمه وبركاته. إن قبولك هذه المسؤولية بالرغم من صعوباتها لهو دليل على إيمانك وثقتك بالله الذي اختارك. لا تخافي، إن الذي دعاك أمين وهو يحفظ عهده إلى أبد الآبدين. أمنا إنيس النائبة العامة المحترمة، إن الشكر يقف خجولاً عاجزاً أمام ينابيع من العطاء تفجرت من قلب يخفق محبة وإنسانية وتواضعاً. إن استجابتك لإصرار أخواتك بأن تقبلي بالبقاء في المجلس الاستشاري لهو تاج نضعه على رؤوسنا ووسام نعلقه على صدورنا، وها أنت بمثلك الروحي والرهباني تنقشين وصية جديدة في ذاكرة وردية صيغت حروفها بقلم تقديرنا، وهي أن نكون جاهزات لخدمة رهبانيتنا بصرف النظر عن المسمى الوظيفي. نسأل سيدة الوردية أن تؤازرك في مهامك الجديدة لتبقي مثالاً للكثيرين في محبتك وخدمتك للرهبنة والأنفس. ولا ننسى أن نذكر بالخير والعرفان أخواتنا عضوات المجلس الاستشاري السابق اللواتي وضعنا كل ما لديهن من محبة وتضحية وخدمة لتبقى الوردية أولاً. ونخص بالذكر الأخت مدلين المستشارة السابقة لرعايتها لنا ولأديرتنا في الأردن، ونتمنى لها التوفيق في الرسالة حيث يدعوها الرب مستسلمة لإرادته. وأهلاً وسهلاً بالأخت مشلين لتكملة المسيرة عهداً ووفاءً. كما نصلي من أجل عضوات مجمعنا الاستشاري ليظللهن الرب القدير بخيمته فيكن امتداداً حياً لحضور المسيح في هذا العالم،
وشهادة على محبة الله المجانية بشفاعة مؤسستنا القديسة ماريا الفونسين. شكرا للرب على كل شيء، على اختياره وحضوره ونعمته الدائمة. عاشت الوردية، وأهلا وسهلا بكنا في أردن السلام والأمان. خياتي بدي لكم شكرا على كل شيء، على ترحيبكم، على محبتكم. أنا بشكركم من قلبي وبطلب صلاتكم لتصلونا ونقدر نضلنا مرتاحين نشتغل برياحة بهالمجمع هالست سنين. ربنا يعطينا القوة ويعطيكم القوة ويوفق الرهبني ويوفقنا بمشاريع الرهبني بإذن الله. أنا بشكركم من كل قلبي. نطلب الصلاة، نطلب صلاتكم ونطلب صلاة أمنا العذراء والقديسة ماريا الفونسين يلي هي مؤسستنا بالأساس. فمنصلي كلنا سوا لربنا يوفق الرهبني ويتقدم الرهبني بكل شيء تتقدم بإذن الله وبصلاتكم. أنا بشكركم من قلبي. ميرسي. Mm-hmm.